ورجعنا لكم تاني. اهلا بيكم مع تالت فيديو في سلسله الكترونيك فروم بيزك مع مهندس مينا. النهارده هنتكلم على الديود وهنشتغل شويه نظري وشويه عملي، وفي الاخر هديك خلاصه عشان تقدر تفهم ازاي ممكن نستعمله، ولو شفته في اي دايره الكترونيه تعرف ازاي تقيسه وتعرف ازاي تصلحه وتعرف تتعامل معاه وتكون فاهم ده عباره عن ايه. فعشان ما نطولش عليكم خلينا نبدا. خلينا نبدأ بالجزء النظري. في الأول ده شكل الديود بنلاقيه في البورد كتير، وده الشكل بتاعه في السوق، ده السالب وده الموجب بتاعه. جميل جدا. بس قبل ما نتكلم عايزين نفهم هو ايه الديود الأول. الديود عبارة عن سيليكون رملة، والرملة دي مش موصلة، عشان بنخليها توصل بنشحنها شحنات سالبة وشحنات موجبة. تمام، جميل جدا. هيكون عندنا في الآخر مادة فيها شحنات سالبة وشحنات موجبة. طبعا لما نحط المايه جنب النار جنب البنزين هيحصل ان في الكترون، هنشوف ان هنا في بروتون موجب، طيب خلاص انا عايز اعدي. ونفس النظام هنلاقي في بروتون شايف الكترون فيقول طب خلاص انا عايز اعدي. لما بيحصل ان في زي نزوح او هجره كده من شويه الكترونات لشويه بروتونات بيسيبوا لي في النص منطقه فاضيه. المنطقه الفاضيه دي احنا بنسميها بارير فولتج، يعني معنى كده ان الحته اللي في النص دي عباره عن رمله، وانا عشان اخلي البروتون من هنا يعدي الناحيه الثانيه انا لازم اديله طاقه اكبر من البارير فولتج. جميل جدا. طيب خلينا كده نجيب الديود بتاعنا ونجرب نوصل. لو احنا جبنا الديود هنا وصلناه ببطاريه، وصلنا الموجب بالموجب والسالب بالسالب، هنلاقي اللي هيحصل ان في بروتونات او في تيار بدا يتحرك. في الحاله دي الديود بتاعنا اسمه ديود في حاله انحياز امامي. تمام، يعني بنسميه فورورد بايس، فبيبدا يمشي تيار من هنا ويروح هنا من الموجب للسالب. جميل خالص. طب لو احنا جينا وصلنا البطاريه بالعكس، هنلاقي ان في الكترون هينجذب للشحنه السالبه بتاعته هتنجذب للموجب بتاع البطاريه، ونفس النظام هنا برضو السالب الموجب هينجذب للسالب بتاع البطاريه. طب ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي منطقه كبيره في النص فاضيه صعب ان يعدي فيها تيار او مستحيل. فكده دي اول استخدام واهم استخدام للديود، ان هو بيستعمل في دوائر البروتكشن، ان هو حمايه ان التيار لو انت بتوصل الفيشه بتاعتك وقلبتها او السلك بتاع الشاحن مثلا اتقطع وانت لحمته غلط، لا الموبايل مش هيبوظ، لا في دائره حمايه من جوه عباره عن ديود صغير زي اللي انت شايفه ده. طيب هيبدا هو، لو احنا ده الرسم البياني بتاعه احنا بنسميه نون لينير ديفايس، لان التيار بتاعنا مش بيتبع الفولت في خط مستقيم زي قانون اوم بيقول كل ما الفولت يزيد كل ما التيار يزيد بالنسبه للمقاومه، فدي حاجه المقاومه بتاعتها مش لينير، فيفضل الديود عباره عن التيار بتاعه تقريبا بنسميه تقريبا زيرو، تيار صغير خالص. واول ما يوصل للبارير فولتج بتاعه على حسب نوع الديود هنلاقي التيار يزيد زياده مره واحده. هل هي زياده كده مطلقه؟ لا، على حسب الداتا شيت بتاعتك. طب لو انت غلطت ووصلت السلك غلط هيحصل ايه؟ الديود هيكون في حاله الريفرس. تمام، الريفرس ده لغايه فين تبقى الدنيا معانا؟ تمام، لو الفولت بتاعك بتاع الريفرس اقل من الفولت اللي ممكن يستحمله الديود، زي مثلا لو شفنا الديود بتاعنا اللي احنا مستعملينه هنا، احنا جايبين الديود اللي هو 1N4007، هنلاقي كده لو بصينا الماكسيمم ريزيرف بيك فولتج هنلاقيه هنا 1000. تمام، فعباره ان هو محتاج 1000 فولت عشان الديود بتاعك يبدا يعدي تيار في العكس او يبدا ان هو يتحرق خلينا نقول يعني. والتيار بتاعنا هنا عبارة عن 1 أمبير، يعني لو الفولت بتاعك زاد عن 1 أمبير وانت في الفورورد بايز او في الانحياز الامامي هتلاقي الديود بتاعك لا سخن كده وتلاقيه اتحرق. طب لو انت مركب له او حاطط الفولتج الريفرس بتاعه اكتر من 1000 فولت لا هتلاقيه اتحرق. طيب خلينا كده نشوف الكلام ده عملي ونرجع تاني ناخد حتة نظر صغير. احنا هنا عندنا الدائرة دي احنا موصلين عبارة عن 3 ديودات وموصلين الفولتميتر وموصلين الاميتر. هنا زي ما انت شايف الفولت 1.3 اهو، وهنا التيار يعتبر زيرو، يعني 3 من 100 ملي امبير. تمام، طيب لو احنا جينا نزود كده شويه بقى 1.8 بقى في 1 ملي امبير. طيب خلينا كده نفتكر ان احنا وصلنا ل 1.8 بقى عندنا ملي امبير، 1 ملي امبير. نبص هنا كده اهو، هنا 1.8، هنا بقى عندنا 1 ملي أمبير. لو احنا زودنا تاني
تمام. 2.3 بقى 11، الفولت زاد هنا بقى، هنا عندنا 11 ملي. طب نزود زيادة صغيرة كده خالص ونشوف. الفولت بتاعنا بقى 2.6 أو 2.8، قصاده بقى الأمبير عندنا 66 ملي أمبير. تمام، فأنت شايف الزيادة الرهيبة بتاعة الكرنت قصاد الزيادة الصغيرة جدا بتاعة الفولت. تمام، طيب ده حلو خالص. خلينا كده نجرب إن احنا نعمل نفس الموضوع بتاعنا، وإن احنا نوصل الفولت بتاعنا مقلوب ونشوف الديود بتاعنا هيستحمل ولا لأ. هنا الفولت واصل تمام، بيقول 2.2، بس الأمبير بقى زيرو. هنا الديود اشتغل الشغل بتاعه مظبوط ومنع التيار إن هو يعدي. طيب خلينا نزود أهو، الفولت بتاعنا بقى 27 فولت، التيار زيرو. معنى كده إن الديود بتاعنا عامل الشغل بتاعه مظبوط، 63 فولت، ودي برضو التيار زيرو. طيب ده بالنسبة لموضوع الدي سي. طيب خلينا كده نشوف برضو استعمال تاني للديود في حالة الاي سي. لو احنا عندنا دايرة اي سي وحطينا عليها ديود زي ما انت شايف الدايرة دي، الجزء ده لو وصلنا هنا الجزء الموجب هنلاقي هنا فيه موجب وزيرو، فالديود بتاعنا هيطلع اشارة موجب. طب في الجزء السالب الديود بتاعنا هيبقى اوف، تيجي موجب تاني يبقى موجب، يبقى السيجنال اللي هتطلع لنا في الاخر هتكون عبارة عن المنظر ده. خلينا كده نشوف هعمل ايه. نبص كده، نجيب الديود بتاعنا، نجيب المولتيميتر ده ونعمله اسلوسكوب ونشوف هنا الاول الاشاره اللي داخله. لو انت مش عارف ايه الاي سي من الدي سي هترجع لاول فيديو بتاعنا، احنا اتكلمنا عن الموضوع ده وشرحنا الخناقه بتاعه توماس اديسون وتسلا وشرحنا الكلام ده. دي الاشاره بتاعتنا اللي هي داخله من الكهرباء بتاعه البيت. تمام، هنحط هنا ديود واحد زي ما انت شايف الديود ده. تمام، بص الديود عامل ايه، خلينا نقلبهم كده عشان نشوف المنظر اوضح. زي ما انت شايف بقى نص دايره وبعد كده فاصل ونص دايره وبعد كده فاصل. طيب الفولت بتاعنا، الفولت لو حبيت اقيس الدي سي وبقيس اي سي هلاقي زيرو، مفيش اي فولت. طب لو حطينا ديود واحد، بص الفولت بتاعنا بقى كام كده، مش واصل كويس. تمام، فاحنا كده بقى عندنا فولت دي سي من تيار اي سي. يبقى من ضمن استخدامات الديود في الاي سي ان هو بيحول لي، او في دوائر التوحيد ان هو بيحول من الدي سي، من الاي سي للدي سي. تمام، نيجي نبص كده الاي سي بتاعنا اللي فاضل كام بعد الديود، 130، من قبل الديود 240. يبقى كده الديود قصر لي نص السيجنال، وده من ضمن الاستخدامات المهمه جدا للديود. تمام، طيب عايزين نشوف الديود ده احنا ممكن نقيسه ازاي. عندنا ديود اهو، تمام، نجرب نقيسه. هنحط السالب مع السالب، ادي السالب اهو والموجب مع الموجب، هنلاقي الديود بتاعنا بيدي قرايه. تمام، بس احنا المفروض نختار نعمل سيلكشن. تمام، ادي الديود بتاعنا بيدي قرايه. طب لو احنا عكسنا هنلاقي الديود بتاعنا عامل اوبن سيركت، فده معناه الديود ده سليم. لو ادى قرايه في الناحيتين يبقى الديود ده محروق، طب لو ما اداش قرايه في الناحيتين يبقى برضو الديود ده محروق. تمام، فلازم يديك قرايه في ناحيه وما يديش في ناحيه. طب الرقم ده بيختلف على حسب نوع الديود. تمام، بس اهم حاجه لازم بتكون في قرايه من ناحيه وتكون قرايه مش موجوده في الناحيتين. خلينا كده ناخد الخلاصه. الخلاصه، بص يا سيدي، الديود بيستعمل في دوائر الدي سي ان هو لو انا مثلا عندي عايز اعمل حمايه بستعمل ديود، لو انا عندي مثلا داخل 5 فولت وعايز اوصل ل 3 فولت حط مثلا ديودين في النص، كل ديود اول ما بيشتغل في الساتوريشن بياخد 7 من 10 او على حسب نوع الديود بتاعك. ف
فكده انت ممكن من 5 مثلا توصل ل 3 و4 و2 زي ما انت عايز، بيكون اكيوريت جدا. يعني التيار ممكن يزيد والفولت مش هيزيد بواحد من 10 ملي فولت، فانت مطمن. اما لو حطيت مقاومه، اول ما التيار هيزيد عليها هتلاقي الفولت معاك بيزيد، ودي مشكله طبعا، لان انت عايز يكون عندك الفولت ثابت والتيار ممكن يتغير. فبالتالي ده استعمال مهم للديود في دوائر الدي سي. اما بالنسبه للاي سي، بنستعمله في دوائر التوحيد، هتلاقيه موجود في الموبايل بتاعك، هتلاقيه موجود في التلفزيون، هتلاقيه في اي دايره. مهم جدا انت لازم تشوف الدايود وتعرفه. لو فكيت الباور سبلاي بتاع الكمبيوتر، اول حاجه هتلاقيها 4 دايودات مع بعض، ودول بيكونوا بيمثلوا حاجه اسمها البريدج، هنبقى نجرب ازاي نعملها فيما بعد. بس فده يعتبر كده الاستعمالات بتاعت الدايود. شفنا ازاي ممكن تقيسه بالمالتيميتر بتاعك. لو ما تعرفش استخدام المالتيميتر، هتلاقي فيه لينك فيديو تحت عملناه، اللي هو الفيديو اللي فات كان عن ازاي احنا ممكن نتعلم نستخدم المالتيميتر. فاخيرا لو الفيديو عجبك، ولو عندك اي اسئله، ولو في حاجه لسه مش فاهمها، ممكن تسيبها لنا في الكومنتات وانا هنرد عليك. وما تنساش تشير مع اصحابك، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك وسبسكرايب، عشان نعرف ان في ناس مهتمه بالمحتوى ده، فاحنا ممكن نكمل او ما نكملش. ففرصه سعيده جدا، وخلينا نشوفكم.